طابت أوقاتكم البداية مع العناوين. اللعب بالوقت غير مفيد، فيديو للإعلام الحربي في حزب الله تزامنا مع وصول هوكشتاين. الوسيط الأمريكي في لبنان وجولة جديدة من المباحثات. انهيار جزء من إهراءات المرفأ على أبواب ذكرى الرابع من آب. هل صحيح أن أزمة الخبز حلت بنسبة 90%؟ أهلا وسهلا باللاجئين في وسط بيروت، فيديو مستغرب. مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر إذاعة صوت المدى، ثم تنشر عبر موقع otv.com.lb وقناة OTV على يوتيوب وحساباتنا على مواقع التواصل تويتر وفيسبوك وإنستغرام. في انتظار الموقف الرسمي اللبناني من المحادثات، لا لزوم لأي تكهن أو تحليل أو تعليق حول نتائج زيارة الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين، خصوصا إذا كان المتكهنون أو المحللون أو المعلقون من عدة الشغل السياسية والإعلامية المحلية الذين يسارعون إلى ملء الشاشات والذين يتكلمون في كل المواضيع، خصوصا تلك التي لا يفقهون فيها شيئا ولا يملكون من معلوماتها الموثوقة إلا التمنيات أو التسريبات المقصودة من هذا الطرف أو ذاك في الداخل والخارج. فمن انتظر سنوات للوصول إلى هذه اللحظة يستطيع أن ينتظر بضع ساعات ليدرك الخبر اليقين من المعنيين بالتفاوض والملمين بالتفاصيل، لا من أي شخص أو جهة أخرى. وفي الانتظار يصادف اليوم 31 تموز 2022، أي بداية الأشهر الثلاثة الأخيرة من ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، من دون أن تبرز في الأفق معطيات يمكن الركون إليها على خط الاستحقاق الرئاسي، خصوصا بالنسبة إلى المرشحين، حيث يتم تضييع المعايير عمدا لدى البعض وهي ضائعة في كل الأحوال لدى البعض الآخر، لتدخل بورصة المرشحين المتداولين في وسائل الإعلام يوميا أسماء لا تخطر في بال وتطرح ألف سؤال وسؤال. أما الحكومة العتيدة ففي الثلاجة، والتعويل على لقاء على هامش الاحتفال بعيد الجيش غدا في الفياضية لن يتعدى إطار الكلام المتداول هنا وهناك، طالما ثمة من يصر على تخطي الميثاق والدستور وضرب مبدأ وحدة المعايير في التعامل بين جميع اللبنانيين. وتأجيل تأليف الحكومة يدفع ثمنه الناس يوميا، تأجيلا للحلول الجذرية للأزمة الاقتصادية والمالية ومتفرعاتها، لمصلحة مواصلة سياسة الترقيع التي لا تجدي إلا في تهريب المسؤولين عن تعطيل الحلول إلى الأمام. هاي بدي أقدم على ام تي فيزا كارد. شكلك عم تلعبها صح، بتوقف يلا يلا صرت واصل. لعبها صح وطير على كاس العالم فيفا مع كل بطاقه فيزا من او ام تي، فيك تربح سفره لنهايه كاس العالم فيفا قطر 2022 وجوائز قيمه اخرى بفضل فيزا. قبل الدخول في ملف الترسيم، وبعد تحذيرات وإجراءات على مدى أسبوعين تقريبا جراء الحريق المندلع في إهراءات مرفأ بيروت وعلى أبواب الذكرى الثانية لانفجار الرابع من آب، انهارت صومعتاني تقريبا من إهراءات القمح عند الساعة الرابعة و58 دقيقة من بعد ظهر اليوم. وفي هذا الإطار أكد رئيس شعبة العلاقات العامة في مرفأ بيروت أن صومعا كاملا انهار، بالإضافة إلى جزء من صومع آخر من الجهة الغربية، مشددا على أن لا أضرار تذكر وأن كل الإجراءات الوقائية متخذة وكل الفرق على أهبة الاستعداد للتدخل في حال حصول أي جديد ولا داعي للهلع. وكان من المفترض أن ينضم إلينا وزير الأشغال علي حمية، وسيكون معنا في سياق النشرة عندما يجهز الاتصال. وفي غضون ذلك كان منسق اللجنة المركزية للتنمية في التيار الوطني الحر شاكر نون أكد للأو تي في أن الأساس في موضوع المرفأ هو تحقيق العدالة وتخليد هذه الذكرى بنصب تذكاري للشهداء على غرار ما حصل في النصب التذكاري لضحايا انفجارات 11 أيلول.
المسار القضائي أكيد كلنا مع القضاء وكلنا ينتهي التحقيق وكلنا ما يندق بحجر من الموقع لأنه هيدا مسرح جريمة. صحيح. لا يخلص التحقيق نحن ما عم نحكي بس عم ينحكى من بعد التحقيق. ما بيمنع اليوم نبلش نخرطش نحن المهندسين بنرسم شو هالمشكلة إذا بلشنا نقدم أفكار ونستدرج عروض ومندق بالموقع هلأ بس نستدرج عروض وخلي أحلى فكرة وأكثر تصميم يعني متطور وخلاق وكذا هو اللي يفرض شروطه. يمكن يطلع حدا يقول ولا بدنا نعمل شيء تحت الارض بتعفي الاهراءات عندها سوسولات. صحيح. بقى نحن ممكن نعمل انفاق هي خنادق تحت الارض والناس تفوت بالانفاق وتمرق بقلب هالسوسولات هيدي ونعملها متحف ونرجع نطلع من تاني مال بس ليش لا ما نطلع من ال... من ال... هالشعبويه وبعدين يعني عوائل الشهداء انه شو ذنبهم بما بيقدينوا مصيبتهم انتم عم تفوتون بمصيبه تانية يعني عم تحملون موضوع سياسي نكدي واضح انه في هيدا البلد ممنوع يشوف الخير ممنوع يعني ينطلق مشروع ممنوع نرجع نعيش البور ممنوع. يمكن هون أنا ما بعرف عم بفكر إنه شو المنطق من وراء إنه هالبلد يلي ضربي وراء ضربي وضربي وراء ضربي وبيجي حدا بيقول وممنوع توقف عجريك. هل المطلوب انه ما يوقف على اجر لبنان؟ ما بعرف ما بدي لا بيعيش ما بدنا نحكي سياسه كثير بس ولا بيعيش ولا بيموت يضل هيك حل وسط هيك بيناسب كل الدول انا هيدا اللي بخليني شك لانه مقاربه الموضوع واذا عم تحكي من مراجع مهنيه يعني اليوم وزاره الاشغال نقابه المهندسين تنظيم المدن هودي المحافظ بيروت بلديه بيروت هودي المعنيين بانه يعطونا فكره يخلصونا من هالجدل البيزنطي. يعني هذا الجدل ما بيصير بالشارع هذا الجدل بيصير بقرار على مستوى الحدث. طب انتوا على مستوى الحدث عم نعطيكم مثل 9/11. بالعودة إلى ملف الترسيم وتزامنا مع وصول الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين إلى بيروت، الإعلام الحربي التابع لحزب الله ينشر فيديو يظهر إحداثيات منصات استخراج الغاز الإسرائيلية. بدأ برسالة بصوت الأمين العام السيد حسن نصر الله مترجمة إلى العبرية يقول فيها أن اللعب بالوقت غير مفيد، كما وجه الفيديو رسالة بعد إظهاره إحداثيات منصة الاستخراج وسفينة الإنتاج Energy Power وسفينة الحفر بعنوان في المرمى. اللعب بالوقت غير مفيد. في توقيت يحمل في طياته دلالات كبرى نشر الإعلام الحربي لحزب الله فيديو يظهر منصات استخراج الغاز أشار فيه إلى أن هذه الأهداف هي في مرماه. فبعد عملية المسيرات الثلاثة وإعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن معادلة ما بعد كاريش وقبل ساعات من وصول الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين إلى بيروت اختار الإعلام الحربي توقيته لنشر الفيديو. والمفارقة أن صور هذه الإحداثيات لم تلتقطها مسيرات أطلقتها المقاومة بل هي صور حرارية التقطها رادار منصة صاروخية من شأنه أن يحدد الإحداثيات. وأهمية هذا الأمر وفق ما أكدت مصادر مقربة من حزب الله للأو تي في أن نشر هذه الصور يظهر أمورا أساسية، أولا مستوى الجهوزية العالية للمقاومة للإطلاق، وثانيا مستوى رصد العدو الإسرائيلي بكل تفاصيل خطواته وتحركاته، هذا بالإضافة إلى مستوى ثالث قائم على التوازي بين خطي التفاوض والمقاومة. وبانتظار الجواب الذي يحمله هوكشتاين إلى لبنان فإن الأجواء الإسرائيلية وتحديدا ما نقله مراسل القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن تنازلات للعدو الإسرائيلي وأن المنطقة المتنازع عليها ستكون بمعظمها للبنان. وهنا تشير المصادر إلى أن المشكلة على ما يبدو تتعلق حتى الآن بنتوء في حقل قانا يتمسك الجانب الإسرائيلي به مع تشديدها على عدم تنازل الجانب اللبناني على أي جزء من بلوكاته البحرية 8 و9 و10. وتضيف المصادر أن ما نشره الإعلام الحربي اليوم لا يعني محاولة نصف التفاوض بل هو فعل إذلال للإسرائيلي الذي يبدو أنه يعمل حاليا على حفظ ماء وجهه بعدما عرف لبنان كيف يستفيد من واقع الحرب في أوكرانيا ليحولها ورقة في صالحه في المفاوضات. أما العودة إلى النقورة إذا حصلت فتقول المصادر إنها لن تكون للتسويف والتمييع وتضيع الوقت بل لتأمين مخرج ما يمكن الاتفاق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة. في المحصلة إسرائيل تستمر بالتسريب حتى اللحظة الأخيرة أن هوكشتاين سيبلغ لبنان عرضا جديدا. وبانتظار لقاء الوسيط الأمريكي ورئيس الجمهورية يبقى كل تسريب مجرد تكهنات حتى يقطع هوكشتاين شكه بيقين ما يحدد مسار الأيام المقبلة. فهو اتفاق أم نار؟
العميد المتقاعد أمين حطايط أكد للأو تي في أن الفيديو الذي نشره الإعلام الحربي هو رسالة قوية للعدو الإسرائيلي، مفادها أن المقاومة جاهزة لإطلاق الصواريخ في حال لم تراعى مصالح لبنان. أولا، أرادت المقاومة أن تكسر المعادلة التي أرساها هوكشتاين عندما انصرف في زيارته الأخيرة للبنان. هوكشتاين عندما غادر لبنان أرسى معادلة ظالمة في حق لبنان. هذه المعادلة تعني بكل بساطة على الاتجاه الإسرائيلي عمل وإنتاج، وعلى الاتجاه اللبناني تسويف وإحراج. هذه المرة تستقبل المقاومة هوكشتاين برسالة واضحة أن معادلتك الظالمة لا يمكن أن تستمر، فإما أن نعود إلى معادلة استخراج على جانبي الحدود، وهذا يتطلب حسما لمسألة الترسيل وحسما لمسألة الحظر المفروض على الشركات، وإما في المقابل تتوقف عملية الاستخراج والإنتاج على جانبي الحدود. فبالتالي هذا الفيديو موجه بشكل أساسي لهوكشتاين ليلة وصوله إلى لبنان، وموجه لإسرائيل، عليها أن تعتبر أن استراتيجية المماطلة والتصويت وهدر الوقت لا يمكن أن تفيد. ومن أجل دعم رسالتها ضمنت الفيديو العناصر الرئيسية والأساسية لمشاغلة بالنار، أي أنها حددت طبيعة الهدف، ما نوع الهدف وما يحتوي الهدف، ثم حددت موقع الهدف وكافة العناصر التي تستفيد منها المقاومة أو تستعملها المقاومة لاستخراج عناصر إطلاق النار. وبات الأمر بمن يدرس الفيديو جيدا يعرف أن المقاومة لمشاغلة الأهداف لا تتطلب إلا أمرا واحدا، أطلق النار. وهذه هي الرسالة الرئيسية الموجهة للأمريكي والإسرائيلي على حد سواء، لتقول له أن الدولة اللبنانية ليست ضعيفة وأنكم لستم أقوياء تستطيعون التفلت من قبضتنا، فإما أن نحصل على حقوقنا وإما تمتنعون عن استخراج النفط والغاز من حقل الكريش. من حق الكريش كما في كل الحقول، يعني هذه رسالة كان قال الأمين العام لحزب الله بحوار الأربعين قبل أيام سيادة العميد. أكثر من ذلك، عندما نتحدث عن جهوزية لإطلاق الصواريخ، يعني واضح أن توضع صورة الصاروخ ضمن هذا الفيديو، ما هي الرسالة الموجهة وحجم الرصد للعدو الإسرائيلي؟ متى يمكن للمقاومة أن تطلق هذه الصواريخ؟ وهل هي عمليا اليوم مغطاة من كل الأفرقاء اللبنانيين بالداخل؟ أولا، بالنسبة للعناصر التي ظهرت في الفيديو، نلاحظ أنه ظهر أولا شبيكة التسديد والرمي، يعني هذه عن منظومة التسديد. ثانيا، ظهر الصاروخ. ثالثا، حددت المقاومة المسافة بتسعين كيلومتر، يعني ضمنا عم بتقلهم أملك الصواريخ التي تتعدى في فعاليتها التسعين كيلومتر. فبالتالي بالنسبة للجهوزية العملية أستطيع أن أقول أن الفيديو قطع الشك باليقين وقال أن المقاومة على أعلى درجات الجهوزية، فبالتالي لا ينتظر تنفيذ الأمر سوى كلمتين، أطلق النار، لأن كل ما عدا ذلك تضمنه الفيديو باختصار شديد وبوضوح أشد. أما بالنسبة لمتى يمكن أن يكون ذلك، أنا أعتقد أن المسألة مقترنة بنتائج زيارة هوكشتاين. إذا استجاب هوكشتاين للمطالب اللبنانية واستجاب لتمكين لبنان من الوصول إلى حقه في الثروة واستخراج هذه الثروة، يكون الموضوع انتهى وخرجت المقاومة من عملية الضغط بالنار. أما إذا لم يعطي هوكشتاين لبنان ما يريد ولم يستجب لطلبات رئيس الجمهورية في هذا النطاق، أعتقد أن المقاومة عند ذلك لن تنتظر أحدا في مسألة الضغط على الزناد، وستفهم إسرائيل بأن المماطلة لن تكون في مصلحتها. وهذا ما قصده سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله في بدء الفيديو عندما حدثهم عن أن الوقت وأهمية الوقت.
نعم. سيادة العميد، سؤال أخير. اليوم هناك جو إسرائيلي نقل مراسل القناة 12 الإسرائيلية يلي بغطي عادة الأحداث العربية، يتحدث عن أنه إسرائيل تنازلت، ويشير وكأنه بعد الخلاف موجود على نتوء بجزء نتوء صغير بحق القانا. هل نحن أمام هيدي المعضلة أم أنه لا نزال أمام طرح قد يقتطع أو مطلوب أن يقتطع جزء من بلوك 8 يلي طلبته إسرائيل لإمداد خطوط الغاز؟ أنا أعتقد أن ليست من مصلحة لبنان التعامل مع التسريبات، حتى المواقف التي خرج بها بعض الرسميين وقال هناك إيجابيات من هنا وهناك، أنا أعتقد أنها ليست في مصلحة لبنان. التعامل في هذه المسألة ينبغي أن يكون نقطيا حرفيا بونكتيال، ينبغي أن نسمع الطرح الحقيقي ونتخذ الموقف منه، لأن إسرائيل تقول شيئا في الإعلام ثم تطرح شيئا على الطاولة وتنفذ شيئا ثالثا في الميدان. نحن ننتظر هوكشتاين في الساعات المقبلة ليأتي ويطرح أمام الدولة اللبنانية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية، يطرح العرض الأخير الذي جاء به من العدو الإسرائيلي. فإذا كان هذا العرض يستجيب للمطالب اللبنانية تكون المسألة قد انتهت، وإن كان فيه مراوغة واحتيال والتفاف فأعتقد أن رئيس الجمهورية لن ليوافق، وعند ذلك ستتكفل المقاومة بالعمل وفقا للأصول. وفي الموازات، أظهرت مقاطع فيديو صورا لحوالي 50 شابا يرتدون زيا موحدا وقمصانا سوداء وملابس عسكرية على بعد أمتار من الشريط الحدودي جنوبا. وأظهر مقطع الفيديو هؤلاء الشبان على بعد أمتار قليلة من السياج الشائك مقابل استنفار عسكري إسرائيلي في الجانب الآخر من الحدود. وتجدر الإشارة إلى أن الإعلام الحربي لحزب الله لم يصدر أي بيان يتعلق بهؤلاء الشبان. وفور وصوله إلى لبنان، التقى الوسيط الأمريكي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شي، وتناول البحث تطورات ملف ترسيم الحدود البحرية. هوكشتاين التقى أيضا وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، الذي بحث معه في موضوع استجرار الغاز من مصر والأردن. وطبعا تم التداول في موضوع الاتفاق أو المفاوضات الخاصة بالترسيم بين لبنان والعدو الإسرائيلي. وكذلك التقى هوكشتاين قائد الجيش العماد جوزيف عون وتناول البحث موضوع ترسيم الحدود البحرية، وأطلع هوكشتاين العماد عون على آخر تطورات الملف. ومن جهة أخرى، جدد قائد الجيش تأكيده التزام المؤسسة العسكرية بأي قرار تتخذه السلطة السياسية في هذا الشأن، آملا في أن تصل المفاوضات إلى النتائج المرجوة لما في ذلك من مصلحة للبنان. رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل جدد التأكيد بأن الإصلاح هو طريق الخلاص في لبنان. قانون رفع السرية المصرفية عم بينشغل من 3 سنين، وهو واحد من القوانين المطلوبة من صندوق النقد لحتى يوقع لبنان الاتفاق معه. هو قانون إصلاحي، والهدف منه أنه ما حدا وخاصة الموظفين العموميين والسياسيين يتحججوا بالسرية المصرفية لحتى ما يتم الكشف على حساباتهم إذا كانوا متهمين بجرائم مالية وخاصة على المال العام. هالقانون رد الرئيس أول شيء سنة 2020 لأنه كان ناقص وما بيوفي الغرض. مبارح لدى إقراره مجددا بمجلس النواب مصحح وموسع، تم عن قصد تطهير قطعة مهمة كتير منه، ويلي بطال القائمين بخدمة عامة لحتى القانون يسمح بالعودة لورا للعام 89 لكشف السرية المصرفية عنهم إذا كانوا مرتكبين، ويسمح بنفس الشيء لحتى 5 سنين من تركهم الوظيفة العامة. على كل حال، نحن رجعنا فورا بالجلسة قدمنا قانون لإعادة هالنص وعدم حذفه. سنين عم تمرق والمحاولات الإصلاحية كلها عم بيحاولوا يفشلوها، وهيدا عم نحكي عن قانون واحد من 4 مطلوبين من صندوق النقد، وبعد في كتير غيرهم مطلوبين منا نحن. أمتى بدهم يقتنعوا أنه ما فينا نكمل بلا إصلاح وبحماية المرتكبين؟ شو ناطرين أكتر؟ انهيار بعد أكتر من هيك؟ مجاعة؟ ناكل بعضنا؟
الإصلاح هو طريق الخلاص، ومن دونه ما في حياة كريمة. وبالعودة إلى موضوع الإهراءات، ينضم إلينا الوزير علي حمية بعد جوز الاتصال. معالي الوزير، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء النور وأهلا وسهلا فيك. يعني بعد كل يلي كنا عم نسمعه طيلة الأسابيع الماضية بما يتعلق بالإهراءات، انهيار اليوم الأجزاء اللي انهارت من الإهراءات، ما هي العبرة اللي لازم ياخذوها اللبنانيين من هذا الموضوع، وما هي الخطة اللي يجب اتباعها من الآن فصاعدا؟ لك أول شيء بالنسبة لمبدأ الإهراءات مرفع بيروت من شهر 11 وشهر 10 بناء على تقارير فنية من خبراء دوليين ومحليين قالوا وكتبوا وحللوا أنه مبنى إهراءات مرفأ بيروت قايل للسقوط، وخصوصا الجهة الشمالية منه. واليوم أكبر إثبات الجهة الشمالية اللي صار الجهة الشمالية الشرقية اليوم انهاري، والجهة الشمالية الغربية كمان انفصلت في صومعتين بالآخر لما في بحر. الجهة الشمالية الغربية انفصلوا عن مبنى الإهراءات تقريبا 30-40 سنتي، انا شفتهم بالعين المجرد، بعدني امام انا بعدني امام داخل مرفأ بيروت امام الاهراءات الان مباشره. نعم. اضف الى ذلك لا في سموم ولا في انفجارات، ومرفأ بيروت هلا عم بسمع انا بالاعلام انه توقف مرفأ بيروت يعمل على قدم وساق، والاجهزه الامنيه العامله على ارض المرفأ موجوده وفوج الاطفاء والدفاع المدني، ومتوقعين هذا الشيء من شهر ومن 20 يوم. نعم. بعدك معنا معليك؟ ايه معك. نعم. الخطوة التالية من الآن فصاعدا شو اللي لازم ينعمل؟ بالتالي مجلس الوزراء اخذ قرار بعدم الإهراءات، وبالتالي انا بالنتيجة بالموضوع برجع للحكومة اللبنانية يعني. وإذا استمرت الحملات السابقة بهالإطار شو الحل؟ والله انا بشتغل على قانون. شو بيقول القانون؟ انا بنشتغل نحن كوزارة أشغال وضمن مرفق بيروت كونه بيرجع مرفق من مرافق وزارة الأشغال العامة والناقل، شو بيقول القانون والتقارير الفنية وسلامة الأرواح، أنا بمشي عليه. نعم، شكرا لك معالي الوزير علي حمية على هذه المداخلة. أهلا. هل من حلحلة فعلية لأزمة الخبز، وماذا يقول المعنيون؟ تقرير جوال حبيب. أعلن وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنه رح يشعر المواطن بحلحلة قريبة لأزمة الخبز نتيجة وضع آلية جديدة، إضافة إلى المتابعة الحثيثة والرقابة المشددة على المطاحن والأفران ليتأمن التوزيع العادل للقمح والطحين. فشو يلي تغير هالمرة؟ اللي حصل أنه عنه عشرات المرات لا يوجد جهاز رقابة يدقق ويحاسب ويسأل عن ملف الدعم، لأن نحن عم نعطي قمح مدعوم على 1005 للمطاحن ما عم نراقبهم، نحن عم نعطي طحين مدعوم للأفران على 1005 ما عم نراقبهم. اليوم بعد ما استلمت الأجهزة الأمنية عم بتابعوا أدق التفاصيل من المطحنة للفرن تحت بند جزائي. أي مطحنة بتغلط أو بتفكر ما تسلم طن طحين لفرن بتتحاسب، وأي فرن بيخلي عنده شوال طحين بقلب فرنه من الطحين اللي بيستلمه يوميا حتى لو ما كان عنده شغيلة بده يتحاسب، أي فرن بينزل بوزنه بده يتحاسب. يعني بعدنا لهذه اللحظة وعم تضرب بيد من حديد الأجهزة الأمنية. اليوم نحن صرنا صفر أزمة، يعني لا طوابير، وربطة الخبز بعد تنباع ب 13,000 ليرة على أبواب الأفران، وبنية الفرن عم يحط عليها النقل والربح على أن يعطى موزع الخبز حقه من بنزين وصيانة وهناك فان وتعابه، ينعطى كمان صاحب المحل جزء من الربح لإله، ولكن مش بالطريقة اللي انباعت فيها ربط الخبز. وصل بالسوق السوداء 30,000، وهذه جريمة. في جدول بده يتنفذ ابتداء من نهار التنين، كل فان بيوزع خبز بده يحطه على جدول، رقمه، اسم الموزع، رقم تليفونه، المنطقة اللي بيوزع فيها، عدد الزبائن اللي سلمهم خبز، وأرقام التليفونات اللي إلهم وهون، والكمية اللي استلموها. ما بتلحق تنحل أزمة الخبز لترجع وتتكرر، من طوابير ذل لمشاكل على الأولوية بين اللبناني والسوري للعدد المسموح، وصولاً للتفاوت بالأسعار. فهل رح يدوم الحل الأخير؟ أو الأزمة أزمة أسعار والمطلوب رفع الدعم عن الخبز؟ ربطة الخبز ما هي ارتفع سعره بالأرقام اللبناني بتخيلها، دولار بضعب 30,000، اللي أنا حنا مدعوم
مواد الاوليه المستقره سنه 96 حتبقى ب 13000 ليره. عندنا قمح لمده شهر وفي 15 يوم حاليا، ولكن عندنا اعتمادات لاكثر من 10 شهور، لذلك وزاره الاقتصاد واجبها هلا تستورد قمح ستوك لشهرين، ما تنطر للربع الساعه الاخيره، ولكن هذا القمح لازم يكون ضمن الطاقه العاديه اللي عم تنفذها اليوم الاجهزه الامنيه. بالنهايه ما دام الحلول موجوده، ليش ما تم استباء الأمور وتوفير الذل والجوع والهم عن المواطن اللبناني؟ الجواب طبعاً برسم المعنيين يلي على عاتقهم المسؤولية الكبيرة تفادياً لإعادة السيناريو ذاته. حكومياً رفض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي التسليم بإغلاق ملف تشكيل حكومة جديدة، وكأن الحكومة مجرد تفصيل في بنيان النظام اللبناني، مشدداً على أن لا قيمة للتكليف ما لم يستتبعه تأليف. واستغرب الراعي أن يكون المعنيون بتأليف الحكومة يسخفون هذا الأمر خلافاً للدستور والطائف، معرباً عن خشيته من عجز القوى السياسية عن انتخاب رئيس للجمهورية غداً إذا عجزت عن تشكيل حكومة اليوم. وفي موضوع المطران موسى الحاج اعتبر الراعي أن ما حصل يشكل امتحاناً لمدى قدرة المسؤولين على وضع حد للتطاول على الكنيسة المارونية. نطالب المسؤولين عن حادثة أخينا المطران موسى الحاج واحتجاز ما احتجزوه عن غير وجه حق. نطالبهم أولا أن يعيدوا إليه جواز سفره اللبناني وهاتفه، ثانيا أن يسلموه الأمانات التي يحملها من مال وأدوية اسمياً هي لأشخاص ومؤسسات لأنها أمانة في عنقه، ثالثاً أن يؤمن له العبور من الناقورة ككل الذين سبقوه من أساقفة إلى أبرشيته ذهاباً وإياباً من دون أي توقيف أو تفتيش، رابعاً أن يكفوا عن تسمية المواطنين اللبنانيين المتواجدين في فلسطين المحتلة بعملاء. إذا لم يفعل المسؤولون بموجب هذه المطالب فإنهم يتسببون بشر كبير تجاه أبرشيتنا في الأراضي المقدسة، إذ يمنعون أسقفها من الذهاب إليها ويجعلونها كأنها شاغرة، وهذا أمر خطير يحاسبون عليه. تحرك مستغرب في بيروت اليوم وتظاهر تحت عنوان أهلا وسهلا باللاجئين. في ملف حاكم مصر في لبنان تغريدة لافتة للقاضية غادة عون قالت فيها أن بعض السياسيين يمنعون ملاحقة رياض سلامي خوفا من افتضاح أمرهم، وأن بعض القضاة ينفذون أوامرهم. وسألت القاضية عون أي دولة تحترم نفسها وفيها سلطة وقضاء يمكن أن تقبل بأن يمنع أو يمنع قاض كبير قاضيا آخر من ملاحقة مشتبه به بجرائم خطيرة، وتوجهت إلى الشعب اللبناني بالقول وأنت يا شعب المنهوب شو بعدك عم تعمل ناطر يحرموك حتى من رغيف الخبز. لمناسبة ذكرى شهداء الجيش أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن يوم شهداء الجيش اللبناني مناسبة نستذكر فيها إرثا ناصعا مشرفا خطه شهداؤنا الأبرار في سجل الخلود وجسده جرحانا بتفانيهم وتضحياتهم دفاعا عن لبنان وصونا لكرامته. قيادة الجيش فلهم منا أكد
الفيديو، فلهم منا أرفع معاني التقدير والوفاء، وعهدنا لهم بإكمال المسيرة مهما اشتدت التضحيات. وإلى الأحوال الجوية مع نرمين أربان بشارة. مساء الخير. طقس صيفي اعتيادي وعالي الرطوبة عم بيسيطر على لبنان، ودرجات الحرارة عم بتكون ضمن معدلاتها الموسمية. إذا جو قليل غيوم لبكرة، ودرجات الحرارة رح تتسجل على الشكل التالي. نبدأ من الشمال، وعكار عم بتسجل 29 درجة، طرابلس 31، العاصمة بيروت 30 درجة، وصور 31. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 35 درجة، لقلوق 21، زحلة 35، وجزين 31 درجة. نسبة الرطوبة ساحلة بتوصل لل 85%. الرياح السطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج. إذا شو الأجواء اللي بانتظارنا للأيام القادمة؟ للتنين والثلاثة جونا قليل غيوم صيفي اعتيادي، ودرجات الحرارة بتسجل ساحلا 30 درجة. للأربعاء والخميس جونا بيتابع صيفي مستقر مع ارتفاع بدرجات الحرارة لل 31 درجة لنهار الأربعاء و 32 درجة لنهار الخميس. وصلنا على ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقوني بكرة بذات الوقت وبنشرة جديدة. تصبحوا على خير. ومع الأحوال الجوية نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر إنستغرام وفيسبوك وتويتر. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.